يعني بما اني بعتبر نفسي من المهتمين شويه باحوال المهمشين في مصر والبسطاء من خلال واحد من الناس ومن خلال مرئياتي للفيلم اللي انا شفته الحقيقه فيلم قد ايه فيلم صادق جدا وفيلم مدروس بعنايه لان احنا دايما بنعتب على تلامذتنا في كليه الاعلام الاستسهال في تناول بعض الامور الخاصه بالشخصيات المهمشه ان هو بياخدها من منظور واحد. الحقيقه الفيلم فيه تحليل واقعي لكل تفاصيل حياه عامل المزدان، الجانب الاجتماعي في حياته، الجانب الاسري، الجانب المهني في حياته. عجبني فيه الجرأة الحقيقه، لان دايما احنا بنخشى دايما ان احنا نزرع جوه قلوب الطلاب الخوف والرعب من ما تنتقدش، ما تقربش من النظام، ما تقربش من الحكومه، كما لو ان النظام والحكومه تبيهم انه حد ينتقدهم. لا، انت طالما انت اعلامي وترى ان هناك خطا ما في مكان ما يجب ان تنتقده. عجبني جدا ان هم يقولوا جايبين المسؤول بيقول الاحوال ورديه كالعاده، دايما التصريحات البشنك بتاعت المسؤولين كل شيء جميل والميه حلوه والكهرباء جميله والدنيا منوره، وفي المقابل حاطين صوره الواقع وكاتبين هذا هو الواقع. تحية لأسرة هذا العمل، عمل محترم جدا. وأنا واثق إن الأعمال أنا ما شفتهاش كمان لا تقل جودة، لكن أنا عجبني جدا هذا الفيلم، وأنا هتفق مع الدكتورة سوزان إن أنا هعمل حلقة مخصصة ببرنامج بوضوح هنختار فيها بعض المشروعات المتميزة ونعرضها ببرنامج بوضوح في الحلقة إن شاء الله. وسام جيد الأعمال اللي بتقدم، وزي ما قلت من شوية إحنا هنقدم وهنعرض أهم المشروعات الجميله المتميزه الاذاعيه والتلفزيونيه ان شاء الله في برنامج وضوح. لكن انا الحقيقه يعني عايز اوصحها في حاجه، لكن انا عايز كمان اقول ان يعني اريد ان اشارك مشاركه اكبر، اريد ان اداعم بشكل اكبر، اريد ان اشعر جميع الزملاء الاعلاميين اللي خلاص بقى زملاء دلوقتي، ما بقوش بقى خلاص طلبه، بقوا زملاء في مجال العمل الاعلامي. فاسمحوا لي انا يعني بعد ما استاذنت الدكتوره سوزان نبتليني انا بعلن عن عمل جائزه سنويه قيمتها 10,000 جنيه. افضل مشروعات التخرج من خلال كليه الاعلام التابعه لكليه الاداب جامعه عين شمس. اشكركم جدا.